السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الشاب من موقع www.easycool.com. غادي نكملوا على الدروس ديال داتا الالغوريثم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من الدروس هذه. ولا اله الا الله. اول حاجة كما قلنا في الفيديو السابق، كنا ذكرنا التعريف تاع الالغوريثم. نعاودوا التعريف باش تذكروا معنا ونزيدوا افونسيو في الكور ديالنا. الالغوريثم كيف ما قلنا هما مجموعة من الخطوات او الاوامر التي تسمح لنا بحل مشكل معين. هذا هو تعريف الالغوريثم، وقلت لكم العربية باش فهموا الوظيفة الاساسية ديال الالغوريثم، وهي بسيطة. الالغوريثم هي مجموعة من الخطوات كنقوموا بها باش حل مشكل معين. يمكن الأغلبية ما يتخيرش في دماغه كيفاش غادي نديرو باش نحلو هاد المشاكل وهاد المشكل، ولكن غادي نحلهم بكتابة. حنا ماشي مشكل كي غادي نديرو نحلو، المهم هي الوظيفة الأساسية ديالو خصكم تعرفوها باش عاد نأفونسي في الكود. المهم كيف ما قلنا أن الألغوريزم كيسمح لينا باش نحلو واحد المشكل معين. من بين هاد المشاكل جبت لكم واحد ربعة ديال المشاكل باش زيد توضح لكم الصورة في دماغكم. اول مشكل هو مثلا حل معادله من الدرجه الثانيه. هذا مشكل يمكن نقوم بحل ديالو بواسطه الالغوريثم. المشكل الثاني لا صوم دو دو نومبر، يعني عمليه الجمع. يعني كنعطيك عدد A وعدد B وانت كتقوم بعمليه الجمع ديالو. مثلا كالكيل دو لا موين، يعني حساب المعدل للمجموع، حساب المجموع، حساب المجموع. مثلا كالكول لابويير حساب المجموع او مجموع او مويان، الله اعلم. المهم حساب لامويان، صافي. واحد بروغرام كيقوم بحساب لامويان. مثلا عندنا واحد التلميذ كيقرا في واحد القسم، هذاك التلميذ جمعوا له شحال جا في لامويان، جمعوا له عدد، جمعوا له مثلا النقاط ديالو في المواد وقسموهم على عدد المواد ربما. المهم هذا هذه بلاص من نقوموا بعمليه ديال هذه يدويا، بل عمليه يدويا غادي نديروها برنامج صايبنا بالالغوريثم صافا. وبالنسبه البورسونتاج دال نوش دال نيشونتيو، هذا مشكل يمكن نحلو بالالغوريثم. نعطيكم مثال au pourcentage d'un échantillon comme quoi. Par exemple, مثلا عندنا واحد القسم فيه مثلا فيه 10 ديال البنات وفيه 20 دري. جبل ديال البورسونتاج ديال البنات والبورسونتاج ديال الدراري هذاك القسم. هذا مثلا مشكل يمكن نحلوه بالالغوريثم. يعني غادي نجبدو البورسونتاج ديال واحد نوع محدد، ولا ديال واحد ليشونتيو محدد، يعني ما كنعرفوش هذاك شنو هو. بصفة عامة كنهضر لكم دابا، كنتمنى تكون زادت الصورة، توضحات لكم في دماغكم ديال الوظيفة تاع الكوريج واش تقدروا نديروا به. وهذا هو الأساس، ميمكنش تدخل افونسي في هاد الكور هذا ميمكنش عارف الوظيفة الأساسية تاع الكوريج. كنتمنى يكون مشكل الأمور وضحت شوية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.